يا دكتور الانتخابات بيدركوا من لا تعتمد على الحب يا دكتور، هناك صندوق. طب سأعود لك. أنا مش بقول حب، لا هو مصلحة، هو مصلحتهم هي، هو بيبص أين مصلحته. وبعدين في الصندوق حضرتك إن شاء الله في يوم الانتخابات هشوفك برضو بإذن الله، وانتوا بتراقبوا المندوبين بتوعكم بيروحوا اللجان ويشوفوا. احنا مش بنخترع حاجة ولا بنزور ولا بنزيف يعني. فأنا بشكرك على أسئلتك، ذكية جدا وقوية بسم الله ما شاء الله. وأنت تراوغ في كل مرة يعني، ولا تجبني كعسكري على كل ما سألتك إياه. هو ده ذكاء إعلامي، إنما دي أنا يعني أنا مش عاوز أقول لك، ده ذكاء إعلامي بشكرك عليه الحقيقة. وأنا قبل ما أجي سامع عنك كتير يعني، حاجة مشرفة. ولكن أنا عايز أقول لك الشعب المصري يعلم من يضره. طب دكتور ابقى معنا، نتوجه إلى الدكتور طارق. كويس إنك ضحكتي. طب ابقى معنا، نتوجه إلى الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة. حضرتك إن شاء الله يوم انتخابات الرئاسة إن شاء الله، ونتقابل في الانتخابات الرئاسية القادمة. حتى الآن نعم، يبقى دي أمنية يعني. نشكرك جزيل الشكر.